عارف يا شريف، تعرف ان انت من ارجل ناس عرفتها في حياتي بجد، ونعم الصح يعني بجد مش عارف اقول لك اسف بجد. في يعني احنا في قاعده زي انت دي انت بتعمل ايه؟ بدول برتقال. بتدول البرتقال بتاعي ليه وتحط بقك في البرتقال بتاعي ليه يا شريف؟ في ايه طيب؟ بعرف يا شريف ما تحطش بقك في الكوبايه بتاعتي، ما تطلب برتقال يا عم. ما انت اللي طلبت شاي. ماشي ماشي. اوبا، في ايه؟ في حتتين قاعدين لوحدهم لو علقناهم وخدناهم ورحنا بيهم ديسكو. ديسكو؟ انت قديم. ما ده اسمه ايه يا عم الابديت؟ اسمه باب كلاب. محني محني سو. الولد شكله نيرد قوي. اتعلم بس، اتعلم شوف انا اعمل ايه. اتعلم عشان خاطر تعمل ايه؟ ايه المتخلف اللي جنبه ده بيعمل كده ليه؟ سو بيئه لزج قوي. خلاص جم بيبصوا لنا. بيبصوا لنا ايه؟ اكيد بيبصوا على حد تاني. احنا حد يبص لنا اصلا؟ انت ايه الدوجلاس دي؟ عايز سكسوكه دي بالنسبه لك عادي؟ سكسوكه ودوجلاس؟ قديم. انت دلوقتي جبتيني هنا اني سير دنت تيل مي انت هتخشي عليه زي الكائن ده. هقوله ان انا معاه في الجامعه وعايزاه يساعدني في البروجكت. جامعه ايه يا نيلي اللي هتقولي لي عليها دي؟ احنا متخرجين من زمان جدا. هقوله اي كلام يا سو، اي كلام. اهم حاجه ان انا ادخل بيته وافتح الكمبيوتر بتاعه واجيب صور الزفته. طب والنبي بس ما تتكلمش خالص، لما يجوا يقعدوا معانا اعمل نفسك ابن خالتي ماشي وخلاص. اوكي. بس مشكلتي ان هو سنتوح قوي، يعني واضح ان انا اللي لازم اروح اتكلم معاه. ترو. يا نهار اسود. ايه اللي علينا؟ ضربونا الصبح في الجراج. قصدك اللي ضربونا؟ انا بغض النظر. مش بغض النظر، انا مش هتضرب تاني يا سيف. انا مش هتضرب تاني. مش هتضرب. يلا نمشي عشان ما نضربش. ماشي. يلا نزوق بسرعه. ماشي. شريف ما حسبناش. مش مهم مش مهم. قومي قومي. ليتس جو. الحمد لله ان احنا هربنا. الحمد لله. انا مش قادر اتضرب تاني خلاص، مش قادر اتضرب. بصراحه شكلك الصبح وانت بتتضرب كان يموت من الضحك، خصوصا الواد اللي ماسكك من رقبتك وزنقك في الازاز وانت عامل كده شكلك كان يقتل. في ايه يا سيف؟ في ايه يا سيف؟ ما تزعلش. يا لهوي. ايه؟ احنا متراقبين. من مين؟ تقريبا العيال اللي ضربونا الصبح خرجوا ورانا بالكافيه وجايين. يا نهار اسود. عايزين ايه تاني بقى؟ عايزين ايه تاني بقى؟ ما انا اتضربت واتشتمت، عايزين ايه؟ عايزين يتفوا عليك ما تفوش. على فكره هتتضرب معايا على فكره. لا اتضرب انا اللي هضربك. مش عايز اتضرب انا، ما ينفعش اتضرب. انا خايف مش قادر. طب بص انا عندي فكره. ايه؟ احنا اول يمين ها. هنخش ونركب. لو دخلوا ورانا وركنوا يبقى هنتنفخ. لو ما دخلوش؟ لو ما دخلوش ما ايه لو ما دخلوش؟ يبقى مش عايزيننا، هي دي محتاجه فقاقه. ماشي خش خش خش. ركنوا ولا لسه؟ العصابة اللي ماشية ورانا بتراقبنا. أنا نايم جنبك ولا إيش عرفني وأنا نايم جنبك أهو. طب اطلع شوفهم ركنوا ولا لسه. مش هينفع مش هينفع، أنا اتضربت كتير أوي النهاردة يا سيف، اتضربت كتير أوي يا سيف. ما ينفعش أطلع أنا، أنت قوي أنت قوي يا شريف، أنا لو طلعت هتضرب. ركنوا ركنوا. اهدى اهدى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ راجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ ايه ده؟ ما انت اللي غبي، سمعنا في الشارع مقفول يا غبي. ما انا ما كنتش عارف ان هو مقفول. سو هم منيمين الكراسي ولا انا مش شايفه؟ لا منيمينها. اي كانت سي اصلا دماغاتهم. منيمين الكراسي في شارع جانبي ضلمه. انا عملت حسابي وعارف ان غبي. عملت ايه؟ برفان. وده وقت برفان. مش برفان مش برفان. امال ايه؟ سيلف ديفنس. والمصحف انت برنس. ايه رايك؟ ابوك لو عارف اني معاك في سيلف ديفنس اقسم بالله ابوك هيبهدلك. هيبهدلني ليه وانا معايا نسوان؟ ازازه تنقذنا في اللي احنا فيه. خلاص اول ما يجوا من الشباك بتاعك انت هشهم على طول. ماشي ماشي. ايه انت غبي قوي غبي قوي. افرق كم الازاز بتاعك انت، هنعمل ايه؟ تبقى مصيبه تبقى مصيبه. انت هتنشهم. طب خلاص خلي في النص خلي في النص. ماشي ماشي ماشي. لا 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 مش قادره، الكيوريوزيتي هتقتلني، لازم انزل اشوف بيعملوا ايه. لي ار يو كريزي؟ نو دونت جو. ليه يا بنتي دونت جو ليه؟ انا لازم اعرف. لا اتس تو دينجرس دونت جو. دينجرس ليه؟ دول نيردز اصلا هيعملوا لي ايه؟ انا نازله. نيلي بليز تيك كير. اوكي اوكي. نزلوا جايين من عندك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انا هتصرف ازاي؟ هتصرف ازاي؟ اعمل ايه؟ رش في عين رش في عين. لو بصيت في عينه ده هتترعش هتقع مني. مش عارف مش عارف. اه
اضرب اضرب. أنسة نيلي أنا آسف على اللي حصل امبارح. خلاص مفيش مشكلة. أصلا كان في عصابة بتطاردني امبارح فأنا فكرتك أحد أفراد العصابة فعشان. بليز لو سمحت كفاية ما تخلينيش أكرهك أكتر ما أنا مش طايقاك. بجد كفاية إن أنت السبب إن أنا ما نزلتش صورتي على انستجرام النهاردة ودي كارثة. طب معلش أنا آسف ممكن بس أطمن على عينيكي؟ خلاص اتس ماتش باتر النهاردة مش لازم. معلش بس ممكن تقلعي النضارة أشوفها؟ والله صدقني مفيش خلاص يعني خلاص. عشان ضميري بس بيوجعني معلش أنا آسف بس هو الدكتور قال لي إنها تورم شوية بس قال لي إنها هتخف على بالليل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هو الدكتور قال لك هتخف على بالليل ولا هتعيش بالليل؟ هي بايظة قوي كده؟ لا خالص خالص خالص. البسيها بس بسرعة البسيها البسي. طيب بص يا سيف انا كنت عايزه اطلب منك طلب. عايزه فلوس؟ عايزه كام؟ لا 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 خالص انا معاك في الجامعه. ايه ده جامعه ايه معايا انا؟ مستحيل ما شفتيش قبل كده. ازاي يا ابني ده انا بقعد وراك في كل كلاسز. ما حصلش لو بتقعدي ورايا كنت اعرف يعني انا بحضر على طول. ما طب افكرك انا مره استلفت منك استيكة. مستحيل تستلفي مني لان انا مش هسلف استيكة لحد لان اهم حاجه عندي الاستيكة. طب ثانيه الاستيكة عليها فراولة ومتعضعضة من الجنب. متعضعضة انا ما عضعضش الاستيكة عشان اعرف اهميتها ما عضعضهاش انا. وبعدين كان امتى؟ كان يوم ايه؟ كانت محاضرة الدكتور مين لما خدت مني الاستيكة؟ طيب ممكن ننسى حوار الاستيكة؟ دلوقتي انا عايزاك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي عشان انا عارفة ان انت من الستودنتس اللي شاطرين قوي في الجامعة مع انك شكلك اكبر من سنك. لا انا فعلا سني كبير. اصلا درست جامعتين ودي الجامعة الثالثة ليا. للدرجات دي بتحب التعليم؟ لا مش حد بيحب التعليم بس انا فاهمك. انا ماما كان نفسها ادخل كليه الحقوق فدخلت كليه الحقوق عشان ما تزعلش. بابا بقى كان نفسه اخش كليه سياسه واقتصاد دخلت طبعا عشان بابا ما يزعلش. بعد كده بقى درست الحاجه اللي بحبها اللي كان نفسي اخشها من الاول كليه الهندسه عشان انا ما زعلش. ايه ده يور سو سويت. اي حد بيقول لك تدخل اي حاجه كده بتدخلها. طب معلش انا هطلب منك طلب بس هو مش ده الطلب الاصلي يعني ده طلب تاني جالي دلوقتي. انا كنت عايزه ادخل باليه ممكن تدخل معايا؟ والله لو هتستني لاخر السنه دي اخلص المشروع بتاعي ما عنديش مانع ارقص معاك يعني. اوكي هستنى. نرجع بقى للطلب الاولاني الاصلي. اتفضلي. انا كنت عايزك تساعدني في الجراديويشن بروجكت بتاعي. ايوه يعني عايزه ايه بالظبط؟ يعني اجيب لك مراجع اكتب لك مقدمه ارسم لك ماكيت. بالظبط كده عايزك تكتب لي مراجع وترسم لي مقدمه وتجيب لي موكيت. اجيب لك موكيت؟ وانت بقى مش تعملي اي حاجه يعني انا هجيب لك كل حاجه وما تاخدي المشروع بتاعي احسن. بص يا سيف انا امبارح خليت بابي يكلم رئيس المباحث عشان يقبض على العمل كده في عيني بس ما قلتلوش اسمك لكن دلوقتي حالا اكلمه واقول له اسمك عادي. لا لا وتقولي له ليه ما تقوليش اي حاجه وانت لو احتجتي اي حاجه انا هعملها لك. اقول لك مش عايز الاستيكه ومعايا ليكي حته برايه بمرايه انما ايه جميله ومعاك رقمي كلميني ما يعني انا مش هتاخر عنك في اي حاجه بس يا ريت ما تقولي. ايه الصوت ده؟ لا ما فيش ده طفل صغير خبط الترابيزه ووقعها على الارض. ولد شاوي اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمك ايه؟ حمزه؟ حمزه شقي يا حمزه. حمزه ما تمشيش حافي عشان الازاز ما يخش في رجلك يا حبيبي. معلش سوري انا همشي بقى دلوقتي لان الدكتور قال لي لازم اريح عيني. طيب تحبي اوصلك؟ لا لا خلاص شكرا. هي فين بقى؟ هي مين؟ شنطتي. مع حمزه. الشنطه مع حمزه. يا حبيبي شقي شقي شقاوه خدي الشنطه يا حبيبي. بس سيب يا حمزه سيب يا حبيبي سيب. بيقول لك باي باي. عنده خصله حلوه قوي حمزه. ثانك يو سيف باي. طب يعني انا مش هينفع اسيبك في الحاله ديت لو اوصلك يعني. مالها الحاله في انا كويسه انا بعرف اتحرك لوحدي على فكره. تمام خليك اقعد اقعد مفيش مشكله خالص. وبعدين بقى يا حمزه في ايه انا بلعب معاك؟ فين مامت حمزه يا جماعه؟ احنا في نيرسي ولا ايه بتسيبوا ولادكم كده؟ قدك انا قدك خلاص ما تزعلش مش هزعق لك تاني.